السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعين القناة عاملين إيه؟ جيت لكم في فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله. برنامج النهاردة برنامج جميل ولذيذ وسهل تقدر تستخدمه بسهولة جدا. برنامج النهاردة ما تيجوا نشوف. السلام عليكم من جديد، ويلا نبتدي نشوف البرنامج بتاعنا. هنفتح المتصفح بتاعنا كده عشان نكتب اسم البرنامج. هتكتب اسم البرنامج، اسمه ايه؟ باور ريكورد من ايه باور سوفت. الشركة دي مقدمة برنامج هو يعتبر الافضل في البرامج اللي هي بتسجل صوت وصورة من على الشاشة بسهولة جدا. يلا بينا ننزل البرنامج. زي ما احنا شايفين كده البرنامج نزل اهو، وطبعا بيدخلك على الصفحة اللي هي بتاعت ثانك يو ديت، وعشان خاطر تقدر ان انت تشوف البرنامج وتقدر تشتري نسخة منه، وهنقول له اوبن ناو. طبعا احنا عندنا البرنامج مفروض ان انت تشتري نسخة، فاحنا هنفعل البرنامج. اللي عايز يشتري نسخة يشتري نسخة من على موقع البرنامج. طيب البرنامج دلوقتي لو دخلت على هيلب و دخلت على اباوت، هتلاقي ان هو ده هو اقرب اصدار يوم 25/1/2022. طبعا تيجي تجيب الجيت في اي بي، فانت لازم تشتري اللينسز بتاعتك اذا كانت بيرسونال او البيزنس. وطبعا احنا قلنا هنعمل تفعيل للبرنامج. لما تيجي تخرج بيقولك هتعمل مينيمايز تو سيستم تراي ولا اكزيت بروجرام، هنقول له لا اكزيت بروجرام. قفلنا البرنامج وهنفتح داونلودز، هنفتح التفعيل ده وهناخد التفعيل ده كوبي، وبعدين هنيجي على ايقونة البرنامج اهي، وبعدين نقول نختار من الكليك يمين، بعدين هتظهر لنا القائمة ديت، وبعدين نختار اوبن فايل لوكيشن، وبعدين نحط البرنامج بتاعنا هنا ونقول اوفر رايد. هنقفل ده ونفتح البرنامج تاني. طبعا جيت في اي بي اختفت، انت بتستخدم احدث نسخة، وطبعا ممكن بقى تبتدي تسجل بيه. ومبروك عليكم وكل سنة وانتم طيبين، ونلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله.